غدات اتساع المواجهة بين المصارف والمودعين في لبنان بدا تتالي الاقتحامات سيفا ذا حدين، قسم الموقف بين متعاطف وحذر، فالمقتحمون أصحاب حقوق، ولكن الاقتحامات قد تنعكس سلبا على الوضع المصرفي ككل، وتاليا على مودعين آخرين لا يستطيعون التصرف بهذه الطريقة. بيعطوني $100 بالجمعة، كيف يعني أنا هيك؟ كيف بدي أعيش؟ أنا خلصت كل شغلي برا وصفينا كل شيء برا وجينا بدنا نستقر هون وصارت القصة. فأنا مع لا مع ولا ضد. عم يستعمل أمواله هو تعيش تيكون مرتاح، عم يستعمل عضلاته تسترد أمواله، يعني قمة التناقض. بدايتها هلا معناتها فيها تسييس، فيها ناس عم وراها، لأنه لو بدها تصير كان صارت من 3 سنين مش هلأ. مع المواطن أنه يروح ياخد حقه بإيده، لأنه هيدا يعني تعبه وسنينه وعمره اللي جمعه بهالبنك، يعني مثل الواحد معه مصاري وقاعد عم يشحد اللقمة من هون من هون. تعتزم جمعية المصارف تحديد خطوات للحد من ضرر الاقتحامات بالتزامن مع تنفيذ الإقفال العام طيلة النصف الأول من الأسبوع. أما أوساط الحكومة فتتحدث عن اتجاه لتشديد الإجراءات القضائية بحق منفذي الاقتحامات التي اعتبر وزير الداخلية أنها مخطط مدروس. لو كانوا فتحوا باب للقضاء أنه يحصلوا حقهم كان حصلهم حقهم، كنا قلنا والله فينا نرجع للقضاء ونحصل حقنا. اليوم سكر كل بواب وجه المواطن اللبناني، سحق الشعب اللبناني من قبل هالمنظومة هيدي اللي مستمرة، واليوم كل يوم بيطلعوا لي بتشريع جديد. اليوم نحن عم نشوف كيف الموازنة بدل ما تكون عم تروح لناحية الإصلاح وإنماء الاقتصاد اللبناني عم تروح لجهة زيادة الضرائب وزيادة الرسوم على الشعب اللبناني يلي ما بقى قادر يتحمل. كان يمكن أن يكون الوضع أفضل لو أن السلطة أقرت قانون كابيتال كنترول لتعميم خطة حل عادلة على جميع المودعين، ولكن الطريق المسدود نتيجة مصالح الكبار ينذر بمزيد من الفوضى على وقع استمرار التراجع الكبير لسعر العملة الوطنية. منعطف جديد دخله لبنان بعد اقتحامات المصارف وقرار إقفالها، فسمة المرحلة المقبلة استحقاق رئاسي سيحول الانقسام السياسي دون إتمامه، ما يجعل الوضع برمته مكشوفاً ومفتوحاً على مخاطر الانفجار. كلوديا بحنا، قناة الغد، بيروت.